اهلا بيكم في فقره جديده من برنامج الطبيب. الليزر الفتره اللي فاتت انتشر جدا ودخل في تقنيات في جميع المجالات. احنا النهارده هنتكلم عن الليزر وازاي يعالج الاثر نتيجه الحروق او القرحه نتيجه الدوالي الساقين. معايا النهارده في الاستوديو، بصراحه انا سعيده النهارده ان انا موجود معايا اتنين من اهم الدكاتره موجودين في مصر في تخصص الدوالي والليزر التجميلي. معايا الاستاذ الدكتور هشام الشرقاوي، استشاري جراحات الدوالي بكليه الطب جامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور. ودكتور محمد شهاب، استشاري الجراحه والتجميل والحروق. اهلا بحضرتك. دكتور، احنا عايزين نعرف في البدايه خالص ان احنا المرحله النهائيه بتاعه الدوالي، صح كده، بيسبب قرحه او بيبقى في اثر مكان الدوالي. واحدة من مضاعفات الدوالي إذا وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا أن يبتدي يحصل في الرجل قرح، بيسموها قرح وريدية أو قرح نتيجة الدوالي. مكانها بيبقى موجود في التلت التحتيني من الساق وحوالين العرقوب بتاع الرجل، قريب جدا من منطقة الكعب. تبقى منطقة الحقيقة صعبة جدا لأنه بتعوق المريض عن الحركة، بتعوق أنه يلبس أي حاجة، ولو أهملت حتى الدوالي دي بتبتدي يحصل فيها التهابات، وبعد الالتهابات دي من الممكن يحصل فيها نزيف، وعلاجها صعب جدا جدا لو ما تعالجش السبب الرئيسي بتاعها اللي هو الدوالي. تمام. تقريبا علاجها مستحيل، تفضل مقاومه جدا للعلاج، وساعات المريض ما بقاش عارف ان دي نتيجه الدوالي، ولو الطبيب ما خدش باله من المعلومه دي بيفضل يعالج فيه شهور. وتحصل مضاعفات تانية نتيجه الالتهاب وتفضل توسع وتفضل تحصل قرحه جنبها. فهنا الحل ان احنا نلجا للليزر اللي هو التجميل. لا، الحقيقه الحل الاولاني ان احنا نعالج الدوالي. نعالج الدوالي نفسها اللي عند المريض، ايا كان علاجها. بقى تمام. علاجها جراحي، علاجها بالليزر، علاجها بالحقن، ايا كان العلاج بتاعها، بس لازم تتعالج الاول قبل ما نطلب من القرحه دي انها تبتدي تلحم. بعد التئام القرحه دي اللي هو بعد بقى شويه من العلاج بتاع الدوالي وبعد الغيارات عليها وبعد رفع رجل المريض اللي هو مشوار طويل شويه، بيلحم الجلد في المكان ده، لكن للاسف بعديه بيبقى لونه مش طبيعي، لون الجلد بيبقى لونه غامق، لونه بني شويه. والحقيقه الجلد كمان في المكان ده بيبقى حساس قوي، بيبقى زي الطفل الرضيع. بتبقى الطبقه بتاعته خفيفه جدا. مظبوط. يا دوبك مع اي جرح تاني من الممكن تحصل مشكله تاني. هنا احنا بقى بنلجا للتجميل. تمام. وساعات القرحه بتوصل لمرحله كويسه جدا لكن ما تلتئمش قوي، يعني يفضل موجود جواها زي جرح في المكان ده. هنا بنلجا بقى للتجميل. هنا بيجي دور التجميل. دكتور محمد، امتى الحاله لما بتيجي لحضرتك في العياده بتقول ان احنا لازم نوصل معاها لمرحله التجميل بشكل سريع؟ هو الحقيقه لازم يعني انبه لحاجه، ان في ناس بتروح لمجرد ان هو ظهر عنده قرحه او عنده جرح حصل في رجله او التهاب قلب بقرحه، يروح رايح على دكتور الجراحه العامه او دكتور التجميل علشان خاطر يعالجه. بعض الناس للاسف ما بتاخدش التاريخ المرضي مظبوط من العيان، او ما بتعملش الفحوصات السليمه للمريض، ويبتدي يخش ان هو يعالج في القرحه دي، ويفضل بقى هيفضل يجري ورا القرحه دي الى ما لا نهايه، وتقفل وتفتح وتقفل وتفتح. لازم الاول يعرف السبب، وانا اذا جات لي قرحه والعيان اشتكى منها بقاله فتره لازم افحص كويس جدا واعرف العيان ده، ولو عنده مشكله بتاعه دوالي في الساقين او عنده اي مشكله اخرى لازم الاول اوجهه. عنده دوالي لازم تروح الاول ل تتعالج الاول. مظبوط. اللي هيعالجك الاول، علشان خاطر انا مهما عملت انا بشتغل على المرحله النهائيه من المشكله، فمش ممكن ان انا ما حلتش القصه. صح. روحي تعالج الاول من الدوالي، وصل للمرحله المظبوطه، وتعالى لي انا بقى عشان اقدر ان انا ابتدي بقى ان انا سواء القرحه دي ابتدت تقفل بالغيارات فقط، سواء القرحه دي هو كان مستعجل حابب ان احنا نعمل فيها حاجه بسرعه اكتر، ولكن طول ما انا هفضل بعالج القرحه فقط من غير ما اشوف السبب. وناس كتير بتستكبر او ما بترضاش ان هي تبعت ل حد زميل او كده. لا، ما فيش حد عنده العلم كله. لا، المفروض ان انا ابعت الاول اشوف السبب. لو سبب اوعيه دمويه لازم يروح لاستشاري الاوعيه الدمويه، يخلص الاول السبب اللي من مسببات القرحه. صح. خلص الكورس العلاجي للدوالي وبعد كده تعالى نعمل تجميل. طيب بالزبط. دكتور محمد، عايزين برضو نعرف من حضرتك ازاي بيتم عمليه الليزر للجلد؟
بص هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه لي على التحديد اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بتاع القرحه، احنا العيان لما بيوصل في مرحله القرحه دي اما حاجه من الاثنين، لا هو بيقبل ان هو يمشي في مساله الغيارات اللي هي العاديه اللي احنا بنغير له، او في بعض المرضى بيبقى مستعجل عايز يخلص الموضوع. في الحاله دي في كذا حاجه بنعملها للقرحه علشان خاطر تقفل بسرعه. زي ما قلت لحضرتك الكلام ده بعد ما انتهى العلاج بتاع المسبب الرئيسي، اروح بادي بقى ممكن احقن صفائح دمويه منشطه اللي هي البي ار بي، تمام، اللي الناس دارجه باسم البلازما، بنحقنها بحيث ان هي بتنقل هرمون النمو الجروس هرمون، ان هي بتنقله الى مكان القرحه، ده بتنشط جدا عمليه الالتئام. نمره اثنين الغيارات اللي هي العاديه اللي بنغير بيها على الجرح نفسه، ويعني نبقى حريصين ان احنا نغير نمنع ان يكون في عدوى سنويه سكندري انفكشن في المكان، نمنع ان هو يكون في اي مسبب تاني يبقى مع بعض العينين. يجي تبص لايه هو مش حريص، يلاقي عرقان ومش نظيف. العرق وعدم النظافه دي عمر ما هيخلي القرحه دي تقفل. لازم اعرفه ايه اللي بيتم وازاي نظافه رجله نفسها قد ايه مهمه، لان المكان ده قريب جدا من القدم الرجل اللي هي ممكن تحوي كتير من البكتيريا والفطريات اللي تخلي القرحه ما تقفلش. بعد كده تيجي مرحله من مراحل اللي هي الليزر. في الليزر عندنا بيبدا في حاجه اسمها الاي بي ال، كويس، وده كان يعتبر ضوء ولكن انتقل الى مرحله الليزر حاليا لتطور بعض الاجهزه. ده بينشط، ده تقنيه جديده موجوده، هي تقنيه بقى لها فتره طويله، من حوالي يعني ابتدت من 2006 هذه التقنيه. استعملوا الانتنس بالس لايت اللي هو الاي بي ال، وبعدين بعد كده بقى في حاجه اسمها البولي فيز اي بي ال اللي هو سريع التردد، وده دخل حاليا ضمن اجهزه الليزر. ثم ظهر طبعا الاندياج اللي هو 1064، وده من الحاجات المتقدمه جدا اللي لقينا نوع الاندياج ده في الليزر بيعالج حاجات كتير وبيساعد في حاجات كتير قوي. بيقدر ان هو يحسن لي الدوره الدمويه بتاعه المكان جدا، ويخلي يحصل حاجه اسمها نيو فاسكولاريزيشن، يعني أو اعاده بناء الوحده بتاعه الاوعيه الدمويه الدقيقه اللي هتغذي، يعني بالشكل تجميلي كمان، يعني احنا مش بنستخدمه كمان تجميل، لا ده بيساعد الاوعيه كمان. انا خدت لك المراحل. لو هي القرحه لسه ما قفلتش هنشتغل بهذه الطريقه، ان هو هينشط الدوره الدمويه، هينشط اعاده البناء، في نفس الوقت ان في حاجه اسمها الاندياج بيقدر يعمل حاجه اسمها الليزر ريجوفينيشن او اعاده احياء او اعاده تنشيط للخلايا، بيخلي الخلايا اللي هي اللي بتبني السطح بتاع الجلد تتنشط. بيفعل بعض المكونات داخل الخليه، مش عايز طبعا اخش لحضرتك في تعقيدات علميه يعني، ولكن بينشط بعض المكونات داخل الخليه نفسها اللي بيخليها تحفز الانتاج بتاع الجلد. بس ده لازم يكون الدوره الدمويه جيده بالزبط. في المكان ده هي دي بقى النقطه اللي هقول لحضرتك بقى ايه، هننتقل تاني للدكتور هشام زميلنا واستاذنا، اللي هو ان ممكن العيان اللي جاي لي ده اتروح لك ازاي اقعد اشتغل برضه معاه وبعدين الاقي عمال اديله فليزر ومفيش فايده. يبقى لازم في الحاله دي اقول له معلش ارجع بقى تاني لدكتور الاوعيه، استاذ الاوعيه الدمويه، مظبوط، علشان خاطر ممكن الدوره الدمويه دي تكون فيها مشكله. تمام، ايه بقى المشاكل اللي ممكن تكون موجوده يا دكتور غير الدوالي؟ من الممكن جدا يكون في قرح او جروح مقاومه جدا للعلاج بكل حاجه في الدنيا. للاسف بيقعد الجراح او الدكتور اللي بيعالج المريض بيقعد يعالج، يغير نوع الغيار ده بنوع غيار تاني، طب يدي كريمات، طب يدي مضاد حيوي، وبينسى كمان يحط ايده على المريض عشان يشوف المريض عنده نبض في رجله ولا لا، يعني في دوره دمويه واصله ولا لا، في دم واصل لرجله ولا لا، يعني هيحصل التئام ازاي من غير ما يبقى فيه دم واصل، من غير ما تبقى فيه الدوره الدمويه بحاله جيده عند المريض. ودي الحقيقه من الحاجات من الاخطاء الشائعه جدا. طب ايه اللي بيسبب اصلا ان حركه الاوعيه الدمويه مش مظبوطه؟ انسداد في الشرايين بانواعه، من اول تصلب الشرايين الى حدوث جلطات، الى انه ساعات في مرضى السكر بتبقى الدوره الدمويه بقى عنده نبض في الشرايين الرئيسيه، ولكن الدوره الدمويه الطرفيه اللي هي واحده من مضاعفات مرض السكر اللي هي الشعيرات الدمويه الصغيره جدا المغذيه للجلد، بيحصل فيها انسداد، وده من طبيعه المرض، من جزء من المرض ومن مضاعفاته. تمام، فبتتسد هذه الشرايين الطرفيه، ويقعد يتعالج بقى من قرحه في رجله او من جرح في رجله،
ودون معرفة هل الشرايين الرئيسية فيها نبض ولا لا، هل الدم واصل أصلا ولا لا، إلى أن يحدث مضاعفات أكتر شوية، أن القرح دي تكبر أو الجروح دي تكبر ويحصل مضاعفات فيها وتوصل لغاية العظم، بعدين بعد كده يفتكر يقول أخ لا احنا عايزين حد بتاع جراحة أوعية دموية بقى يشوف هو العين أصلا عنده نبض ولا لا. صح. المرحلة دي يعني بنتمنى دايما، وحتى لما نيجي ندرس للطلبة بنقول لو سمحت لو مريض، بالذات لو مريض سكر أو عنده سكر، لو سمحت قبل ما تعمل أي حاجة حط إيدك على نبض، لقيت ان العيان عنده نبض اتفضل كمل العلاج بتاعك وبقى استشرنا بعدين مش مشكله. لكن لو العيان ما عندوش نبض لو سمحت ما تحطش ايدك عليه، لو سمحت وديه لجراح الاوعيه دي امانه يا دكتور، دي امانه مهنه الطب. بالظبط كده، مظبوط بالظبط كده. طيب دكتور محمد، بتاخد كام جلسه حضرتك مع علاج الاثر بتاع القرحه؟ على حسب هي القرحه، انا بادئ معاها من وهي لسه قرحه مفتوحه ولا انتهت وقفلت. وبرده يعني تعقيبا على كلام زميلنا واستاذنا الدكتور هشام، حته ان احنا نتعامل مع الليزر وانا مش عارف ان في مشكله في الوعاء الدموي ده اللي بيغذي المنطقه دي، انا ممكن اتسبب له في مضاعفه اكتر من القرح. صح. يعني ممكن الليزر حضرتك بيعلي درجه حراره الانسجه بنسبه معينه. مظبوط. لو انا عليت درجه حراره الانسجه دي وديت الليزر ده واساسا ما فيش تغذيه دمويه، هتحول مساله الى مساله كارثيه، وتحول الى بقع سوداء، تتحول الى غرغرينه سطحيه، وهيبقى انا فتحت له في قرح اكتر وفي مشاكل اكتر. ده كده ده بيعتمد على الخبره ومهاره الدكتور، يعني الدكتور لو ما عندوش خبره في الموضوع ده فعلا ممكن ان هو يسبب مضاعفات للحاله. هو العلم ثم الامانه، دي اهم حاجه في مهنتنا. ساعات الامانه الاول زي ما حضرتك قلتي. ما انا قلت في الاول امانه دكتور. الامانه ساعات الاول قبل العلم، انه انا مش كل حد عارف كل حاجه. مظبوط. وفي سقف معين لمعرفه كل واحد. لو احنا عندنا السقف ده وكل واحد عارف السقف ده بتاعه ايه هتبقى سهله قوي. اللي هي حضرتك قلتيها في الاول الامانه. مزبوط. الامانه انه ولو حتى يعني نفترض انه العلم محدود شويه او ان الخبره محدوده شويه، بس انا لاحظت ان مفيش تقدم، يبقى بعمل ايه؟ الامانه تقتضي ان انا ابتدي استشير حد تاني او حد من تخصص تاني. فالامانه هي الامانه نمره واحد. تمام. كم جلسه يا دكتور محمد لما المريض بيجي لك حضرتك بتقول له انت محتاج مثلا من واحد لكذا جلسه علشان توصل للنتيجه النهائيه؟ اولا برضو لازم انبه على حاجه يعني تتفهم في الليزر. الليزر له حاجه اسمها الليزر وتفاعله مع الانسجه. انا مش زي حضرتك، مش زي حد تاني، مش زي حد تاني. كل واحد له. فبنعمل حاجه اسمها جلسه اسمها البايلوت. الجلسه البايلوت دي بقدر ان انا احدد العين ده وبعمل له جلسه الاورنيه واشوف هو رده فعله في ده بيعتمد على نوع البشره مثلا، سواء كان لونها ابيض او احمر أو جزئيه اللون البشره ده يعني تقدر حضرتك تقولي انه في حالات ازاله الشعر فقط. لكن يعني في القرحه بيعتمد على درجه، لكن احنا على حسب استجابه المريض نفسه، استجابه انسجته، مش كل واحد زي التاني. مظبوط. فبنعمل الجلسه اللي هي بنسميها البايلوت، وبعدين بعد كده حضرتك بقول له ان ممكن نبدا من 3 وقد تصل الى 18 جلسه. على حسب وسع القرحه، حجمها، الدرجه اللي هو جاي فيها، هل هي القرحه دي عميقه؟ هل هي سطحيه؟ هل احنا بنتكلم في ان القرحه قفلت واحنا بنتكلم على عمليه التصبغ اللوني فقط؟ ودي ليها بنخش بنوع تاني من الليزر اللي هو الكيو سويتشد، اللي هو خلاص احنا القرحه قفلت والجلد قفل تمام. تمام. ولكن اصبح في لون غامق. لون غامق ده طبعا بيضايق العين، خاصه طبعاً. اذا كانت ست، فاصبح في نوع من التصبغ في الجلد، نقدر احنا نستعمل الجهاز الكيو سويتشد عشان نفتت هذه الحبيبات التصبغيه، ويقدر الجسم الجهاز المناعي ان هو يمتصها. دي قصه ثانيه، عشان كده لازم الناس تبقى فاهمه ان هي ممكن بقول لحضرتك من 3 ل 18 جلسه. سعدت النهارده بوجود حضراتكم معايا، يعني من اعظم وامهر الدكاتره موجودين في مصر في مجال الدوالي ومجال الليزر التجميليه. اعزائي المشاهدين، احنا كنا النهارده معاكم مع دكتور هشام الشرقاوي استاذ جراحه الاوعيه الدمويه بكليه الطب جامعه القاهره، ودكتور محمد شهاب استشاري الجراحه والتجميل والحروق. انتظروني في حلقه جديده من برنامج الطبيب، مع الف سلامه.